عايزة من حضرتك رسالة لجمهور الزمالك اللي برا النادي اللي مش أعضاء في الجمعية العمومية ورسالة لأعضاء الجمعية العمومية. طيب لسه كنت بقول لك القصة دي من شوية. جمهور الزمالك ده في تقديري ولو قعدتي كده فكرتي في القصة دي، جمهور الزمالك ده أعظم جمهور في العالم. مين اللي استحمل الجمهور اللي استحمل السنين الطويلة دي في أداء إداري بهذا الشكل ومنعهم الدخول مباريات؟ بل احنا عندنا جمهور أعضاء جمهور محبوسين، وعندنا شهداء اللي هو موضوع الدفاع الجوي. من هنا خليني أقول لحضرتك على حاجة، أنا مش بقول سر، ده هيعلن خلال أيام قليلة أو جزء من البرنامج بتاع القايمة. إن احنا من الحاجات اللي هنعملها جزء من مدرج حلمي زمورة هيرجع تاني لنادي الزمالك، وهيبقى لتخليد ذكرى الشهداء بتاع الدفاع الجوي. الملعب هيرجع تاني باسمه القديم. هنرجع جزء من المدرج اللي موجود، حاجة تذكارية، وهنحط الحقيقة هنخلد بيها اسامي الشهداء الدفاع الجوي. اسف انا مقصودش المدرجات، انا اقصد اسم الملعب. هيرجع تاني حلمي. طبعا حلمي زمورة. عبد اللطيف الرجيلة طبعا من اجمل الشخصيات واحسن شخصيات اللي كانت في نادي الزمالك، ما فيش كلام. انما هو احنا اتولدنا وتربينا والحقيقه على انه الاستاد ده استاد حلمي زمور، محمد حسن حلمي، ما فيش كلام في الكلام ده. فانت ما تقدرش تغير تاريخ. ما هو اللي حصل من الكوارث اللي حصلت في الحقبه اللي فاتت ايه؟ انك انت يعني كان عندنا مبنى اجتماعي، انا فاكر وانا صغير كان والدي بياخدني كده اروح اتفرج على نجومنا الكبار، وكنت اشوف كان كابتن حنفي بسطان ورا كده المبنى بيلعب طاوله، واشوف الكابتن كابتننا الكبار يعني معدين، كابتن علي خليل وطه بصري والناس الجمال بتوعنا، حسن شحاته طبعا. والحقيقه كنت ببقى مذهول، وده اللي خلاني ابقى عندي عشق لنادي الزمالك. ففجاه المبنى اتهد، ولو انه لم يكن قايل للسقوط. ليه؟ لانه جه واحد عايز يمسح تاريخ نادي الزمالك ويبتدي تاريخ من اول جديد. يعني فاحنا اللي بنعمله دلوقتي الجزء من المدرج ده ان احنا بنستعيد تاريخنا، وفي نفس الوقت تخليد لذكرى اجمل ناس عندنا ضحوا بحياتهم عشان نادي الزمالك. وعلى فكره المدرج ده مش تكلفته مش على نادي الزمالك، احنا قررنا كقائمه موحده ان احنا هنعمله على نفقتنا الخاصه. طب الرساله بقى لاعضاء الجمعيه العامه، هقول لهم المرة دي يعني انتخابات تاريخية نادي الزمالك انتخابات حاسمة لما سيكون عليه نادي الزمالك، فمن فضلك ادي صوتك بعقلك، شوف مين الأصلح، مش بالمعتاد عليه، فكر وشوف السيرة الذاتية بتاعت كل مرشح من المرشحين واختار على هذا الأساس، اختار على البرنامج، اختار على الشخصيات اللي موجود، مش انه ده صاحبي وده بحبه وده يعني القصة دي مش تنفع تاني. يعني الموضوع ده لازم على الاقل الاربع سنين اللي جايين دول يقف النادي، وبعدين يعني بعد كده ان شاء الله هم هيختاروا الاصلح بعد كده.